معالي الوزير، هذه مناسبة تعتبر أكيد بالنسبة لنا مدعاة فخر. كيف ساهمت أعمال سمو أمير البلاد بتتويج نهجه الخيري بهذا التكريم الأممي المميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نرفع الأيادي، نتضرع للباري عز وجل أن يمن على سيدي حضرة صاحب السمو بالصحة والعافية، وأن يرد سالما معافى إلى أهله وبلده وشعبه قريبا عادلا إن شاء الله. اللهم آمين. كذلك يعني سمعت بغاية الاهتمام إلى مداخلات معالي الأخ رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء والأخ رئيس مجلس أعلى القضاء وكذلك وزير الإعلام. نعم. ولكي لا نكرر يعني بعض الكلام، بودي بس أن أذكر أن في عام 1963 عندما رفع سيدي حضرة صاحب السمو عالم الكويت في أكبر منظمة دولية في العالم الأمم المتحدة، وأصبحت الكويت العضو 111 في الأمم المتحدة، قال في خطابه الكلام التالي وأقتبس: إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية ليس النهاية بحد ذاتها، بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم. وبعد 57 عام من القاء لهذا يعني لهذا البيان ولهذه المبادئ الأساسية، أصبحت المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعب الكويت وشعوب دول العالم سمة أساسية وأحد الصفات الهامة لما تتميز به السياسة الخارجية لدولة الكويت. عندما نتكلم على سيدي حضرة صاحب السمو وأعمال سيدي حضرة صاحب السمو، أبان تولي منصب وزير خارجية لأكثر من 40 عاما، أصبح خلالها عميد لوزراء خارجية في العالم. العمل تراكمي أدى إلى تبوء الكويت إلى هذه المكانة المرفوقة ضمن صفات دول العالم.